بالنسبة لزيارة الوزير الفرنسي لابد من الحوار، لابد من النقاش، لكن بسياسة بشرط وقد وافقوا عليه حسب ما فهمنا، بشرط ما صرح به سيد رئيس الجمهورية، والشرط الذي وضعه هو الند للند. رئيس جمهورية يقابله رئيس جمهورية، وزير يقابله وزير، رئيس حكومة يقابله رئيس حكومة، تنسيق أمني يقابله تنسيق أمني، معنى الند بالند في المعاملات، في التأشيرات، في السياسة الاقتصادية، سياسة رابح رابح. إذن أعتقد أن الجمهورية الفرنسية فهمت مطلب الجمهورية الجزائرية وستكتفي من التصريحات يعني الابتزازية والاستفزازية للجزائر.